Thank you.
شكرا ليكم، شكرا جزيلا. دي كانت فرقة اليمن للفن الشعبي، بنرحب بيهم وبرحب بحضراتكم، اهلا بيكم وحلقة جديدة من مصر جميل. والحقيقة انه في رمضان الشعار اللي احنا بنتاخده يوم الاحد ما بقاش بقى مجرد ان مصر جميلة، ده بقى العالم العربي والعالم الاسلامي جميل للغاية، جميل بتراثه، جميل بناسه، بوحدة شعبه، بالشعوب، الشعوب اللي في كل بلد قد ايه بيحبوا بعض حب حقيقي، بعيدا عن اي سياسات، بعيدا عن اي شيء، لكن الشعور العربي ما زال موجودا بقوه، ولما بنتلاقى ولما بنتقابل بنعرف ده وبنحسه. علشان كده في كل يوم حد بنحاول ان احنا نطل اطلاله على الدول العربيه والدول الاسلاميه في رمضان، والنهارده هتكون اطلالتنا على دوله اليمن، اللي دايما يا رب تكون اليمن السعيد كما عهدناها في الماضي. التراب المصري موجود في ارض اليمن، و حوالي ما يقرب من 60,000 شهيد مصري موجودين في ثرى اليمن، واحنا بنرحب باليمنيين احبابنا واشقائنا اللي موجودين على الاراضي المصريه وعايشين ما بيننا كاخوان. النهارده يسعدنا ان احنا نستضيف الحديث عن اليمن وعاداته وتقاليده الاستاذه ساره الاغا، ملكه جمال العرب للسياحه. اهلا بك يا ساره. اهلا بك. كل عام وحضرتك بخير. وانت بخير الله يسلمك. وبنرحب كذلك بالاستاذ توفيق الفلاح، الدكتور الامين العام لاتحاد طلاب اليمن بجامعه الازهر. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. ونرحب الى جواره ايضا بالاستاذ محمد عبده الخياط، بكالوريوس اعلام. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ. كل عام وحضراتكم طيبين. وانتي طبعا بنرحب بفرقه اليمن للفنون الشعبيه، شكرا جزيلا لوجودكم معانا والعرض البديع اللي قدمته لنا في بدايه الحلقه. ابتدي مع ساره. وطبعا يعني اول ما بيلفت الانتباه في الدول العربيه الزي، وانت لابسه زي في منتهى الجمال. احنا واخدين على زي رجال اليمن والخنجر المميز ليهم، لكن بالنسبه للسيدات كلمينا عن الزي بتاعك. زي تراثي يمني قديم. دائما الزي التراثي يمتاز كمان بلبس الفضه. والفضه يعني متنوعه وكثيره. و يعني فيها العقيق، فيها هذه الدله اليهوديه، فيمتاز انه تكون كثيرة وثقيلة لأنه فيه نوع من التباهي والاستقراطية كده. لما تزيد الفضة ده معناها زيادة القيمة وبتاعت الثوب اللي انت لابساه، فده بيدي إحساس أحلى بالفخر. بالضبط. والأزياء اليمنية تختلف من زي لزي، وبعضهم يكون مخيط بخيوط الفضة والبعض بخيوط الذهب، وكلها بشغل يدوي. فكل محافظة تمتاز بزي مختلف تماما عن المحافظة الأخرى. ف 22 زي ل 22 محافظة، إضافة إنه كل محافظة فيها كذا مديرية مختلفة ما بين كل مديرية ومديرية أخرى. ياه، ده في تنوع وثراء كبير جدا إذا في الأزياء في اليمن. هو فوق 1000 زي يمني. ياه حلو جميل، لأن التنوع ده والاختلاف بيخلق نوع من الثراء. وفي مصر عندنا كل محافظة لها أزياء خاصة بيها، لكن في النهاية ربما بنعتبر أن الجلابية هي الزي الأكثر شيوعا عندنا كمصريين، لكن عندكم برضو هذا الزي رائع وجميل منورانا، والزي رائع جدا. يسعدك، شكرا. دكتور توفيق الفلاح، الأمين العام لاتحاد طلاب اليمن بجامعة الأزهر، برحب بيك. وفكرة وجود يعني اتحاد لطلاب اليمن في الازهر، بتعملوا ايه مع بعض؟ الرابطه دي شكلها ايه؟ ولو تشرح لنا عدد الطلاب اللي بيدرسوا من اليمن في الازهر قد ايه؟ في البدايه احب ان اقدم الشكر الجزيل لقناتكم الرائعه. شكرا. ولبرنامج مصر الجميله الذي جمع كل البلدان العربيه ووحد الشعوب العربيه. فنحن في مصر لا نشعر بغربه، لان مصر احتضنت كل الشعوب العربيه. مصر في الشدة والرخاء واقفة مع كل الدول العربية. نعم. وكذلك يربطها باليمن تاريخ كبير وعلاقات كبيرة جدا منذ الأزل. فكثير من الأساتذة المصريين الذين درسنا على أيديهم من الطفولة إلى وقتنا الحالي. فنحن نقدم كل الشكر الجزيل لشعب مصر وحكومة مصر. فنهنيكم على هذا السعة والترحاب بكل الدول العربية. أشكرك. ملك. وفي البداية أحب أن نتكلم عن اتحاد الطلاب اليمنيين بجامعة الأزهر، عبارة عن هيئة إدارية من أجل المطالبة بحقوق الطلاب اليمنيين الدارسين والتنظيم كل أمور الطلاب فيما تخصهم من شؤون الدراسة، وأن نكون حلقة وصل ما بين الجامعات وما بين
السفارة وما بين الملحقية الثقافية اليمنية. نعم. نحاول أن نسهل كل المعيقات التي قد تكون أمام الطالب ليتسنى للطالب الدراسة وأن يتفرغ للبحث العلمي. عدد كبير من الطلاب بيدرسوا هنا في مصر اليمنيين؟ يوجد عدد كبير من الطلاب اليمنيين الدارسين في جامعة الأزهر، ما يقارب 400 طالب. ولكن في الجامعات الأخرى اللي هي جامعة القاهرة وعين شمس والجامعات الأخرى قد يزيد عدد الطلاب عن 1600 طالب. ما شاء الله، جميل. فدائما الطلاب اليمنيين وهم في دراستهم بشهادة وزير التعليم العالي حاصلين على المراكز الأولى في الجامعات المصرية. يا رب دايما كده ان شاء الله، مشرفين الطالب اليمني دائما بيجي هنا على أساس الدراسة والسفر، بيحاول انه يجتهد ويقدم كل ما لديه. جميل. والطالب دائما يعني بيدعو إلى السلام، لأن اليمن هو طبيعته بلد مسالم، بلد يجنح إلى السلام. صحيح. ولكن الظروف الاستثنائية فرضت عليه ذلك. جميل. ويعني الفكرة دي هاخدها واروح بقى للأستاذ محمد. حضرتك بتدرس في الأزهر لسه ولا خلصت؟ لا، أنا خريج جامعة صنعاء، بس جلعها. أنا هنا في مصر تجربة مختلفة. ربما مصر تعلمك في أي مكان، سواء في جامعة أو في الشارع أو في البيت أو في أي مكان. هو بيقولوا عامة في السفر 7 فوائد، فهذا يعني دي الحكمة الشائعة. وبالتالي لما يكون بقى في مصر بين أهلك ده ما يعتبرش سفر قوي. أكيد. بس يعني في النهاية احنا بنقول إن البلد اليمن هي بلد مسالم، وشعبها شعب طيب جدا ومسالم، لكن ده ما يمنعش إن احنا بنستغرب من وجود الخنجر كجزء من لبسكم وتراثكم في الزي اليمني. اشرح لنا فكرة الخنجر دي والزي اليمني اللي حضرتك لابسه النهارده. والله شوفي، الخنجر طبعا هو يعتبر الرمز للمواطنين اللي عايشين في الشمال. نعم. يعني كان قبل الوحده كان في اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، صار اليمن واحد الان. الزي هذا والخنجر هو مرتبط تاريخيا، لانه اليمن كانت جبال كلها، معظم التضاريس كلها جبليه. صحيح. فعارف انت انه في الجبال بيكون في وحوش، في ذيابه، في ضباع، فكان اليمني متعود على مقابلة هذه الوحوش كل يوم. نعم. فكان لازم انه يكون في سلاح ملازم له طوال الوقت، مستعد. ايوه، فكانت هذه هي الجنبية. وتطورت طبعا، لم يكن الشكل هذا هو الشكل البدائي للجنبية، كانت بشكل مختلف، ومن ثم تقلص حجمها الى ان صارت بهذا الشكل، واصبحنا نكتفي بها في حضور الاعراس والمناسبات، بعد بنستخدمهاش طبعا للحرب مثل ما كان زمان. نعم. طيب انا ما شاء الله المائده عمرانه، والحقيقه كل ما بنستضيف يعني بلد عربي بيجي لنا بمأكولات شهيه جدا يعني نقدمها للناس ونعرف الناس بالاكل من هذه البلد. قبل كده كنا معاكم الاسبوع اللي فات والاكل الليبي، النهارده الاكل اليمني. وحسيب لساره بقى، دايما هو العبء شرح الاكل على السيدات والفتيات. فيا ساره اشرحي لي كده اهم المأكولات اليمنيه اللي فيها المائده عامره النهارده بيها. هذه بعض المأكولات اليمنية، لأن المائدة اليمنية كبيرة جدا. في غياب كبير يعني. بس هنا معنا، هناك اللي بالطرف معك الكبسة. الكبسة اللي هي البني دي اللي قدام. واللي مكوناتها ايه بقى؟ يعني مكونة من ايه؟ رز وبطاط، فتكون كبسة. واللي جنبها رز بالمشوي. بالدجاج المشوي. واللي من هنا عقدة لحم بهناك، واللي في الوسط ده احنا بس اطلع كده. ده لا ايه ده حساء، احنا عارفه ان انت يعني طبعا الاسلاك ما هتخليكي مش قادره تتحركي. سلته معناها ايه بقى سلته؟ عشان الحقيقه ما اعرفش. طيب. ده ايه؟ هل ده يعني شوربه لحمه؟ لا دي مش شوربه لحمه. هذه عباره عن لحمه. ايوه. وفيها شويه مرق وشويه رز شويه بطاط شويه باميه شويه حلبه مضروبه يعني على يعني زي تكرة. مثلا ما نقول انه ترلي باللحمه زي عندنا في مصر، بنعمل مجموعه من الخضروات مع المرقه، ممكن نحط فيها لحمه او لا، فبنسميها احنا ترلي يعني. فما ده ممكن تكون شبيهه بيه. طبعا بتنطبخ طباخه. فمختلفه تماما. طيب العيش مميز جدا، تميز. ده ايه بقى؟ عباره عن يعني عيش بيتم تصنيعه من ايه؟ ده قمح عادي ولا قمح ابيض مع قمح اسمر؟ وينخبز بالتنور. تنور ال يسمونه الفرن، مش ال القص، احنا نسميه قص، من الحطب. الحطب على الحطب. تمام. يعني عيش بيتم خبزه على الحطب كانه بيتشوي. وفي برضو عيش طري تاني زي ده، محشي نسميه رشوش.
او ملوح يسموا البعض ملوح، بس تسميها قرشوش يسمونها رشوش. اه ده بيتحشي حاجات؟ لا هو كده برضو يعني العيش بناكل بيه يعني نغمس بيه دايما ابيض من الدقيق الابيض بس. اه هو شبه شويه الرقاق عندنا كمصريين او فطير، فبرضو بيتعمل على الفطير اللي عندكم شبه عندنا حاجه اسمها بنت الصحن فمش موجوده طبعا. وكمان معانا المندي. اه طبعا مشهورين احنا عندنا هنا يعني فروع كتيره جدا لمطاعم المندي في مصر، اشتهرت كالنار في الهشيم. وانا عايزه اقول لكم ان انا الحي اللي انا ساكنه فيه في عدد كبير جدا من اليمنيين وفتحوا مطاعم يعني اصبح وجودهم مكون رئيسي من الحي، فطبعا يعني ده شيء جميل واكلكم طعم وجميل بس دسم، بس دسم محتاج رياضه جامده معاه. طعمتي الحنين؟ اه الحنين طعمتي؟ لا يبقى طعميه. اسمه حنيز ولا حنيد؟ حنيد. اه علشان انا سمعت كلمه حنيز في حنيد اكيد، بس انا سمعتها غلط. هتفهمي ان شاء الله. اللي هي هناك اللي جنبك بالضبط. هنسمعها ان شاء الله في مطعم بيتنا اليمني. الذي جاب الاكل هذا. اه بس ارجوكم بس بدون ذكر اسماء علشان ما يعتبرش اعلانات بالنسبه لنا، لكن انا بشكركم طبعا على الاكل الجميل ده، ويعني اسمحوا لنا برضو ان نرجع للفرقه تاني ونسمع منها حاجه ونرجع لكم نكملكم على العادات والتقاليد اليمنيه في رمضان. اتفضل.
شكرا للمطرب عماد عمدة، شكرا جزيلا ليك. ونرجع لأصدقائنا وأشقائنا اليمنيين المقيمين معانا هنا في مصر، وعايزة أسأل على العادات والتقاليد في شهر رمضان يا دكتور، عندكم شكلها إيه؟ طبعا عشت ما بيننا في مصر وعارف العادات والتقاليد المصرية اللي يمكن تقلصت شوية بسبب كورونا، ولكن في العادي كان بيبقى فيه عندنا عادات وتقاليد أكتر من كده بكتير. في اليمن بتستقبلوا رمضان إزاي وبتعيشوا أيامه إزاي؟ طبعا في اليمن كل محافظة ولها عادات وتقاليد، لأن كل محافظة لها تضاريسها. فالمناطق الحارة مثلا مثل محافظة الحديدة، محافظة عدن، لهم طقوس خاصة بهم. المناطق الجبلية مثل صنعاء، تعز، إب، لهم طقوس أيضا. ولكن الرابط المشترك بينهم جميعا أن رمضان يستقبله اليمنيين بالفرحة، بالتعبير عن هذا الشعور الروحاني. مثلا المساجد يتم إطلاءها بالرنج الأبيض إدانا بقدوم شهر مبارك، والناس كلها بتحس بأنها فرحانة جدا. حتى الأطفال كان لهم فقرة غنائية مشهورة تقول: يا رمضان يا أبو الحماحم ادي لبي قصعة دراهم، يا رمضان يا أبو المدافع ادي لنا مخزن ملابس. هذه كانت من الاشياء التراثيه المشهوره في رمضان، زي مثلا عندنا اغنيه وحوي يا وحوي برضو او غيرها من الاطفال بيغنوا، ودول العاده اللي هي يعني الحصول على العيديه مبكرا او على نقل رمضان زي ما بنسميه احنا كمصريين اللي هو اليميش وغيره. فدي برضو مشابهه جدا، والاطفال بيغنوا هذه الاغاني عندنا بالضبط. لكن عاده طلاء المنازل دي عاده يمنيه بحته، يعني لما بيجي رمضان يعني بتطلوا المنازل باللون الابيض، حتى المسافرين في الدول الاخرى مثلا المساجد، حتى المسافرين في الدول الأخرى مثلا بدول الخليج بيسافروا يعودوا إلى قراهم وإلى مناطقهم، لأن رمضان هذا يجمع كل الأسرة، ويوجد مسلسلات محببة يعني بيحبوها الشعب اليمني. مسلسلات يعني تعبر عن التراث الشعبي اليمني، تعبر عن الكوميديا. فدائما الناس اليمنيين بيحبوا الأشياء بعد الفطار التي بتسليهم، سواء برامج مصرية أو يمنية أو خليجية. جميل. طيب أنا أروح للأستاذ محمد، وحضرتك بكالوريوس إعلام فزميل فقولي بقى يعني شايف برضو الإعلام اليمني، هل في شيء بيميزه؟ إيه أبرز الأشياء اللي بتهتموا فيها في الإعلام اليمني؟ أبرز القضايا اللي بتركزوا عليها؟ وهل الإعلام في رمضان في اليمن له طقوس برضو أو عادات وتقاليد معينة؟ طبيعي، خصوصا زمان يعني، لأن ربما مع كثرة القنوات اللي موجودة أصبح المشاهد اليمني متفرق بين هذه القنوات. كان زمان في عندنا القناة الفضائية الوحيدة اللي هي قناة اليمن، وكانت هذه بتجمع اليمنيين كلهم من الشمال إلى الجنوب. كان في معنا يعني مجموعة برامج لحد الآن احنا بنتذكرها، مسابقات القرآن الكريم، كانت هذه يعني لمسة رمضان المعتادة دائما اللي بنستناها. كان في برنامج اسمه فرسان الميدان، قدمه واحد من انبا الاعلاميين اليمنيين ربنا يرحمه اسمه يحيى علاو. وخلافا للمسلسلات اليمنيه اللي بتتعمل، طبعا هو موسم في كل مكان، بس اليمنيين في رمضان بيزيد الزخم للتلفزيون وللمتابعه، وخصوصا بعد فتره الافطار. احنا مختلفين عن مصر بموضوع الافطار، احنا بنفطر بوجبه بسيطه، من ثم بننتظر لين صلاة التراويح، وبعد صلاة التراويح بينزل العشاء. ما هو ده الحاجة الصحية، ده صحيا أحسن، خصوصا لو الأكل دسم زي الأكل الياباني. فإحنا مركزين على هذا الأمر، وفي اليمن بشكل عام النظام كذا يعني. نعم. يعني هو حتى سنة عن الرسول، احنا يعني ما فيش حد بينزل بتقله كده على الفطار بالظبط، بس هي فعلا عادات وتقاليد تختلف عن المفروض يحصل. المفروض ان يكون الواحد بس ياخد حاجه بسيطه ويصلي ويقعد شويه وبعدين يكمل، حتى صحيا افضل يعني. وبرضه حتى الاكل بيكون اكثر يعني، لما بتاكل لما بتعمل فتره أكثر. ايوه شايف بتفتح اكثر. صحيح صحيح. طب ارجع بقى لساره. ساره انت ملكه جمال العرب للسياحه، كلميني عن المسابقه دي، تقدمت لها ازاي وحصلتي عليها ازاي؟ والله قدمت لها يعني كان في شويه صعوبه لما قدمتها، وخصوصا المنافسه كانت بين تقريبا 30 بنت يمنيه موجوده. فانا يعني لما ما جانيش الرد يعني خلاص، انه انا فقدت الامل انه اكيد واحده ثانيه، وخلاص كنت جالسه يعني. فجاني اتصال انه خلاص استعدي بعد يومين بتبداي تدخلي المعسكر الكامباوند. انا اقول له متاكدين؟ تم اختياري انا اللي فزت. قولي ايوه.
بعدها مباشرة في كومباوند مدة أسبوعين 14 يوم، 22 دولة عربية تكون موجودة منافسة. فهذه المنافسة في ال 14 يوم هذه بصراحة يعني يكون واحد تبتر، كل واحد يريد يكون أحسن واحد، يريد يبرز حضارة بلده بكل ما يعني بكل المميزات تبعه. وتوصل المرحلة الأخيرة لمرحلة الحسم اللي هو مين اللي بياخد اللقب، فهنا تكون اللي واحد كل واحد قلبه على يده. فالحمد لله أخذت أولا ملكة جمال عرب يمن، وبعدها أخذت ملكة جمال عرب 21/20 للسياحة. هي الحمد لله، وتكوني خير سفيرة لبلدك ان شاء الله، وترجع اليمن في كامل الهدوء والرخاء، ويبقى فيها سياحة حلوة باذن الله. يا رب. اسمحوا لنا ان احنا نسمع حاجة من فرقة اليمن للفنون الشعبية مرة اخرى، اتفضل. هيبقى في رأس ولا طرب؟ طرب، اتفضل. حبيبي افتكرني يا رايح ارض الاحبة، قل للحبيبي افتكرني. فرق المحبين صعبة من يوم خلي تركني، الامر له بيدي ولا بيد الحبايب. ودندنة وابوي 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 بازر عدن والمعلق بسكن الشيخ عثمان، بازر عدن والمعلق وبسكن الشيخ عثمان. حيت الحبيب المهلق عايش بشوقه والاحزان، بسقي كاس المحبة من بعد ما كنت طيب. ودندنة وابوي 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 ودندنة وابوي وابوي وابوي.
المطرب احمد فتحي وفرقه اليمن للفن الشعبي. الحقيقه انا بشكر حضراتكم على وجودكم معانا النهارده، والنهارده كده حابه نعطي لمحه سريعه عن اليمن واهلها، ويا رب دايما تكون اليمن السعيد باذن الله. شكرا ليكم وجودكم معانا، شكرا جزيلا ليكم، شكرا كمان للفرقه، شكرا جزيلا. لسه فقراتنا متواصلة معاكم، وبعد ما حلقنا إلى سماء اليمن نرجع مرة أخرى إلى أرض مصر الجميلة مع فرقة للإنشاد الديني مكونة من السيدات والفتيات، وهي أول فرقة كونت عام 2017 من الفتيات، نراها ونسمعها بعد قليل. يا شهر الصيام والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام دم البدري بدري والأيام بتجري، دم البدري بدري والأيام بتجري، والله لسه بدري، والله يا شهر حبك حب عالي في الروح والغريزة، أيامك أنينة والشوق مش قليل، أيامك أنينة والشوق مش قليل، والغيبة طويلة عالصبر الجميل، لسه بدري حبة ملا الأحبة، لسه بدري حبة يتملى الأحبة، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام دم البدري بدري والأيام بتجري، دم البدري بدري والأيام بتجري، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام بتحلف يتيمك مثل محدومه، وتسر بقدومك وتنور شموع، بتحلف يتيمك مثل محدومه، وتسر بقدومك وتنور شموع، وتسيب له في وداعك فوق الأرض عين، وتسيب له في وداعك فوق الأرض عين، يا أهل البيت فرحة وانت للبيت فرحة، يا أهل البيت فرحة
يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا من فرقة الحور للإنشاد، وهي أول فرقة أسست لإنشاد الفتيات والسيدات عام 2017. أسسها الأستاذة نعمة فتحي مؤسسة فرقة الحور، واللي بنرحب بيها معنا النهاردة. أهلا بيكي معنا، وأداء جميل للفرقة وإلى جوارها طبعا لسه هقدمه بكل تأكيد طبعاً. وإلى جوارها المايسترو أحمد مصطفى جلال ومدرب الفرقة. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. طبعا شيء مشرف وجميل ان يكون عندنا فرق الانشاد، وان المرأة تقتحم هذا المجال اللي ربما كان لفترة طويلة قاصرا على الرجال. قولي بقى جات لك الفكرة ازاي وبدأتيها ازاي 2017؟ والله انا لما كنت في الانشاد الديني كان قليل جدا ان انا الاقي بنات في الانشاد الديني، او النشاط ده الناس كتير جدا متمرسة فيه من خلال الفتيات. فلما ما لقيتش ناس كتير جدا في الفتيات بالذات ان هي تتجه للطريق ده، فانا حبيت ان انا اعمل حاجة مميزة تنفع الفتيات، يستخدموا فيها اصواتهم وينموا الموهبه بتاعتهم بشكل حلو. في نفس الوقت ان الانشاد الديني بيربي الصوت وبيخليه للاحسن، بحيث ان احنا اتربينا على صوت يعني الانشاد، في الانشاد السيده ام كلثوم، غير طبعا المشايخ يعني العظماء، لكن السيدات سعاد محمد، الحاجه روضه شيحه، فكل الناس دي والحاجه فاطمه عيد، كنا بنسمع ان هم بيبقوا مثلا في اتجاه الانشاد الديني، فهم بداوا انشاد ديني وبعدين اتجهوا الى الغنى. فانا حبيت ان انا اعمل حاجه مميزه وحاجه يعني تحيي التراث المصري، وفي نفس الوقت نقدم فكره مختلفه ونقدم للناس الانشاد بشكل مبسط وبشكل حلو ان هم يستقبلوه، وان احنا نطور من الانشاد الديني. جميل. طيب مايسترو احمد مصطفى، حضرتك انضميت حديثا الى الفرقه، ايه اللي شجعك على الانضمام للفرقه، وايه اللي ممكن تضيفه للفرقه دي عشان تبقى اكثر تمرسا واكثر فنيه في الاداء؟ طبعا حضرتك انا مايسترو مدرب منتخب كورال جامعه بني سويف بقالي دلوقتي 11 سنه، والموضوع بالنسبه لي كان استاذه نعمه لما كلمتني عشان اتعاون معاها كان الموضوع بيعبر لي عن تحدي جديد خالص، انه انا شايف مجال الانشاد من قديم منشأه ماشي بشكل، انا كان هممني جدا فكره ان احنا نطور.
فمش كتير من الناس المنشدين او المجال ده بيستعينوا بشكل واسع بالموسيقى. في ناس بتستعين بالموسيقى وفي تجارب كبيره جدا كويسه جدا، بس الموضوع ما فيهوش الشكل الواسع. فانا بالنسبه لي الموضوع همني في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان احنا نطعم الشكل الانشاد الديني بشكل موسيقي عالي، لانه ده هيجذب جمهور كبير. يعني في جمهور كبير جدا بيحب المجال ده، وفي جمهور اكبر هيحبه اكتر لو طعمناه بشكل موسيقي كويس. والموسيقى مش ضد الانشاد الديني، كده كده الموضوع يعني مش حرام يعني او الكلام ده. الناس يعني بتظن في موضوع يقدروا طبعا يرجعوا للكلام ده في الدين صح وغلط يعني، لكن الموضوع لو الطعم هيبقى كويس جدا. الحاجه الثانيه احنا حابين نطور، يعني نطور الشكل، القالب، الكلمه، المضمون، نطور الستايل، نحط حاجات غربي مع حاجات شرقي. الكلام ده هيعمل طفره كبيره جدا، وفي ناس بتعمله، انا مش اول حد بيعمل كده، بس يعني احنا حابين ان احنا نوسع الدايره دي، لان ده هينشر المجال ده بشكل اوسع واكبر بكتير. جميل. طيب احنا عاوزين نسمع طبعا ونستمتع بفرقه الحور باكبر قدر ممكن، فاسمحوا لنا نسمع منكم حاجه ثانيه ونرجع للحوار. اتفضل. جل المنادي، جل المنادي ينادي، ينادي يا عبادي أنا ما الذنوب والأوزار إلهي، إلهي بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا رحمن يا رحيم. برجع ليكي مره ثانيه. ونعمة لما اي سيده بتبتدي تقتحم مجال جديد بيكون العين عليها قوي وبيكون في تحديات بتواجهها، زي مثلا اول مرشده لقناه في هيئه قناه السويس، او اول مثلا قائد طيار، كابتن طيار امراه او غيره. بالنسبه لك برضو اول واحده تفكر في ان يكون في فرقه الانشاد كامله من السيدات والفتيات، كلميني عن التحديات اللي واجهتيها. انا يعني قابلت صعوبات، قابلت تحديات، قابلت منافسات، قابلت حاجات كتير جدا لحد ما يعني من كتر اللي انا بقابلهم خلاص بقى الموضوع عادي في المعتاد. يعني انا كل مره بقابل ناس بتنافس، ناس بتعترض، ناس صوت المراه عوره، ينزل مثلا لينا منشور على الفيسبوك على اي قناه مثلا او اي لقاء، نبص نلاقي الهجوم ونلاقي كلام يعني من السخريات. فبالنسبه لي المواضيع دي بقت عادي خلاص، ان انا بحاول اتخطى الصعوبات واتخطى الحاجات دي، واحاول ان انا اركز في ان انا عايزه اوصل لايه واعمل ايه، واللي هيجي بعد كده هبقى عايزه اعمل في ايه، هوصل لايه. انا حاطه هدف لنفسي، انا عايزه اعمل كذا وعايزه اوصل وعايزه اعمل اكاديميه، ويكون مشارك معايا برضو المايسترو الجميل الاستاذ احمد اللي انا بتشرف بيه ان هو معايا، ويبقى معانا برضو اعضاء مدربين ويكونوا مؤسسين برضو في نفس الوقت، ان احنا نطور الموضوع بشكل مش بس فرقه، احنا عايزين نعمل كيان. احنا الكيان ده عايزين نبني عليه اجيال بعد كده، اللي هو مش اللي احنا بس يعني الخطوه الاولانيه كانت الفرقه بالزبط. لكن الخطوه الثانيه هي كيان مؤسسي لتدريب الفتيات بالزبط. على الانشاد وتخريج بقى دفعات بالظبط. وبس مش الفتيات، ممكن يكونوا شباب
عازفين بيخدموا برضو على الانشاد، يعني على كل ما هو احنا كلنا تيم ورك مع بعض وكلنا بنخدم في نفس النشاط. فاحنا ليه لا لما احنا يعني ان احنا نوسعه، ليه لا ما احنا ممكن نوسعه ونخليه ينتشر بشكل اكبر ونخليه ان هو يبقى مش بس نشاط ثقافي، احنا ممكن نخليه حاجه كبيره يعني مش بس. مايسترو احمد، وانت يعني داخل على الفرقه وعندك الفكر بتاع التجديد ده، انا الاول عايز اعرف منك مواصفات الاختيار. دلوقتي انتوا ممكن تشتركوا في اختيار فتيات كل شويه يجوا يتقدموا او عازفين او اي مكان الامر يعني، الا المواصفات اللي يجب توفرها في المنشد او المنشده ممكن ما تكونش متوفره في مغني عادي او في مطرب عادي، ولكن لابد من توفرها فيه. هقول لحضرتك، هو مبدئيا خلينا نتفق على حاجه، هو المجال الفني العازفين فيه واللي بيغنوا كتير وانواعهم كتير وستايلاتهم كتير واصواتهم كتير، بس في هنا صفه مختلفه شويه مش فنيه، صفه ليها علاقه بحب الموضوع، يعني ان الناس بتغني عايز يغني، عايز يتشهر، عايز يكسب فلوس. عاده اللي بيروح للانشاد الديني بيبقى حابب اللون، بيبقى حابب الهدف، بحابب التارجت اللي انا بعمله هنا، ان انا بحقق حاجه فيها هدف، بغني في مدح، بغني في ذات الله، بغني في كلام ليه مضمون ومعنى، فدي صفه مش فنيه، وغالبا ما اللي بيروح للانشاد بيبقى عايز كده، بيبقى عايز كده اكتر. الحاجه الفنيه بقى اللي ممكن زي ما حضرتك سالتي ممكن تتوفر في منشد ما تتوفرش في مطرب، لان الابتهالات اصلا يعني مجال قديم ومعتمد في المقام الاول، لانه من الاول خالص ما كانش بيعتمد على مزيكا، معتمد في المقام الاول على انه صاحب الصوت عنده مساحات عريضه، عنده امكانيات هائله على الاداء، التنقل في المقامات، الصعود والهبوط، في امكانيات عاليه جدا بيتربوا عليها فنيا، طبعا بتتوفر في المنشدين بشكل والمبتهلين بشكل اكبر بكتير من اللي بيغنوا بس، لدرجه انا دايما بقول يعني انا نفسي اشوف المنشدين بيبنوا مستواهم ازاي علشان نخلي الناس اللي بتغني في العادي كده. فطبعا دي اهم حاجه فنيا المفروض تتوفر فيهم، عندهم امكانيات مهوله. لو ما عندوش الامكانيات دي مش هيقدر يؤدي ابتهال زي اللي قالته مروه مثلا، ابتهالات فيها امكانيات مهوله ومقامات وطبقات، لو ما عنديش ده مش هعرف اعمل ده. عكس الغنى، الغنى ممكن يبقى انا مساحه صوتي قد كده وتعملي لحن على المساحه، امكانياتي قد كده، ملحن يبقى ذكي جدا اعمل له موضوع على قد المساحه اللي بيغني فيها يطلع لامع جدا. الابتهال مش كده، عايز قوه. خلينا يعني نستمع الى مزيد من الابتهالات والانشاد الديني، هتسمعونا يا شباب اتفضلوا. ودايما معايا لو الناس سابوني اشكي لمين، مين غيرك بشكي لك اسايا واسود بكايا وحيرة عيوني، يا رب بقدرتك وعزتك احميني من يأسي، يا رب طالب رحمتك قويني على نفسي، وبقدرتك وعزتك احميني من يأسي، ما انت العزيز المقتدر ولا حد من غيرك قدر يوصل لبر أبعاد، اوهبني من خيرك امشي في ديانورك يا عدل يا رحمن، ما انت العزيز المقتدر ولا حد من غيرك قدر يوصل لبر امان، اوهبني من خيرك امشي في ديانورك يا عدل يا رحمن، خطوتي للصح تهديني وبذكري ليك في كربتي منها تعديني، ما انت الاله وانت السند واحد لكل الكون احد والكل لك سجدين، يا رب علمني من فضلك الهمني اهديني دنيا ودين،
واحد والكل لك سجدي يا رب علمني من فضلك الهمني اهديني دنيا ودين. شكرا ليكي. انا بعتبر ان ده نوع من انواع التجديد. هو تجديد واضح لانه لحن غربي شويه. لحن استاذ احمد. ايوه. ودي حاجه غربيه عشان برضو توظيف الصوت مستر احمد بيدقق بس في الحته دي. يعني مثلا ايه توظيف صوتها غربي. هو برضو يقدر يتكلم اكتر مني في الموضوع ده وهو بقى موظفها فهو علمها على يعني لحن الاغنيه وعلمها عليها وطلعت بالمنظر ده. هو يعني هي على طول الرساله وصلتني انه ده نوع من انواع التجديد. اللحن واضح انه لحن مش شرقي تقليدي ولا من المقامات الشرقيه التقليديه. استقبال الجمهور لهذا النوع يا فندم هيبقى عامل ازاي في رايك في الانشاد؟ هو النوع ده ليه جمهور اصلا. النوع ده من الموسيقى مش النوع ده من الانشاد لان ده طبعا مش من طرق الانشاد المعروفه. صحيح. الفكره انه الانشاد ليه طرقه المعروفه التقليديه. فاحنا حابين نطور. فكلمات الاغنيه دي كتبها شاعر صديقنا اسمه ناظم نور الدين، فاحنا جبنا الكلام وحبينا نعمله بالاسلوب ده. الاسلوب ده ليه جمهور عريض ولما يسمع كده هيحب يسمعه في حد ذاته. احنا بقى لما نسمع الناس حاجه هم بيحبوها وفي اطارها مضمون وهدف وكلام كويس يبقى احنا كده بنعمل الحاجه اللي هو المفروض نعملها في الفن، ان احنا نقدم هدف وكمان يناسب اذواق عريضه لان الناس دلوقتي كل الشباب بتسمع فلامينكو واسباني وارجنتيني ومكسيكي، فلا طب احنا بنقدم لكم كده يا جماعه في اطار انشاد ديني وفي اطار غنى ديني وفي اطار كلام هادف ومضمون كويس بدل ما يبقى حاجه شكلها مش مناسب يعني. ايوه. طيب نعمه يعني بتقدمي عروضك فين واستقبال الجمهور ليك ازاي تغير من سنه للتانيه ووصل لغايه فين دلوقتي؟ يعني كل سنه ان احنا لينا اماكن معينه بنعرض فيها وفي نفس الوقت بنعرض في اماكن كتير. يعني اخر حفله كان بصاحبه المايسترو كان في سيد الصاوي وبعديها كان مع دكتور نصار عبد الفتاح في فرقه سماع الدولي، كنا مشاركين معاه برضو في احتفاليه ليله النصف من يعني كنا في رمضان اعتقد او كنا في رمضان واحييناها وهو كان عامل زي حاجات للمقامات الروحيه. فطبعا احنا كنا بنتشرف ان احنا بنشارك معاه كل سنه وكل اخر مهرجان كنا في مهرجان سماع الدين الانشاد الدولي في قلعه صلاح الدين الايوبي. فطبعا كان بقيادته طبعا ده حاجه كانت بتحس بفخر ان احنا بنشارك في حاجه زي دي وشامله جميع الدول، يعتبر اكثر من 20 دوله كانت بتبقى معانا في المهرجان. فدي كانت حاجه برضو بتميزنا غير ان احنا بيبقى لينا حفلات خاصه حفلات عامه. يعني تطورات وبعدين الازمه اللي احنا فيها والبلد اللي بتمر بيها وربنا يرفع عننا البلاء يا رب، دي اللي معطلنا شويه. ان شاء الله تنطلق ويا رب ان شاء الله يرفع عننا الوباء. نسمع حاجه تانية منك يا بنات اتفضل. يا امام الروس لي يا سندي الله الله انت بعد الله معتمدي فبدنيا يا يا ابن عبد الله يا
جميل. عايزه اعرف يعني الخطه اللي جايه ايه؟ انت قلتي لي عندك خطط جايه انكم تعملوا اكاديميه او كده، هل ليكم علاقه بنقابه المنشدين ولا الموضوع هيبقى اكبر من كده؟ بنتكلم في فن اكثر اتساعا. وزي ما حضرتك قلت هيبقى اكتر اتساعا، لان احنا هنتجه كمان لنقابه الموسيقيين، لان هيبقى في برضه تصريحات ان احنا ممكن نعملها، بحيث ان احنا هندخل عازفين معانا وهندخل وهنطور بشكل كبير يعني. في نفس الوقت هنتجه لكذا حاجه، بحيث ان احنا هنفتح المجال، بس مش انشاد ديني، هنفتح انشاد ديني وهنفتح تعليم مقامات الموسيقيه، هنفتح تعليم عازفين، هنفتح تعليم مولويه، فهيبقى الاكاديميه شامله الموضوع ده. وطبعا ده انا ما صرحتش بيها لسه، وناس كتير هتتفاجئ من ده، بس هو ان شاء الله الخطه الجايه اللي بعد كده ان احنا ان شاء الله هنعمل البراند بتاعها انا ومستر احمد، بحيث ان احنا نطور من الموضوع وان احنا نفتح مجال للناس كتير جدا ونديهم فرص، بحيث ان هم يعني ما يبقاش عند الواحد عنده موهبه او عنده حاجه ومش قادر ينميها، وفي نفس الوقت معهوش اللي هو يكلف ده او يصرف على ده. فاحنا هنفتح باب للناس كلها وهنستقبل الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكركم جدا، بشكر وجودكم معانا، وبتمنى لكم كل التوفيق ان احنا نعمل موسيقى روحيه فعلا تناسب جميع الشعوب وجميع الديانات، ويقدروا يستمتعوا بيها ويسمعوها. شكرا جزيلا لوجودكم معانا، شكرا لفرقه حور للانشاد، شكرا جزيلا ليكم، شكرا لحضرتك، وشكرا لكم مشاهدينا. بكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم من مصر جميله، مصر دايما جميله. بحضراتكم الى اللقاء. Thank you.